يقول السائل: كنت أعمل في شركة فمرضت، وأنا الآن أتقاضى أجري من صندوق الضمان الاجتماعي التابع للحكومة، مع العلم أن هذا الصندوق يتم تمويله بواسطة خصم نسبة معينة شهريا من أجر كل عامل، حتى إذا مرض أحدهم تقاضى أجره من هذا الصندوق، فما حكم هذا المال الذي آخذه؟ إن كان الضمان الاجتماعي من بيت المال هذا لا شك في حله وإباحته إذا كان من بيت المال، أما إذا كان إنه من التأمين يؤخذ من التأمين هذا لا يحل ولا يجوز. نعم.